اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، الفراخ المحمره من المطبخ المصري، المطبخ الريفي، لها طعم ومذاق خاص لما تكون جنب شويه ملوخيه، شويه رز مصري زي الفل. انا عايز اعمل فراخ محمره النهارده بالصلصه، حاجه كده بعد الفرخه ما تستوي وتتقطع نبدا ان احنا نحمرها وتاخد صلصه طماطم اللي هي الطشه، بيبقى طعمها حلو قوي على فكره، بناكل جلده الفرخه قبل اللحمه بتاعتها. معانا الايس كريم النهارده، وانا اتفقت مع حضراتكم من بدايه الاسبوع ان بمناسبه الحر وشده الحراره والجو اللي احنا فيه دلوقتي لازم نكسر من طريقه عمل الايس كريم ونعلم امهاتنا والمبتدئين في المطبخ بالصوره الحلوه اللي بتتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى كانتالوب من خير ارضنا. هنعمله النهارده ايس كريم بطريقه بسيطه وسهله، وهخليكي تعملي اي نوع فاكهه انت نفسك فيه تعمليه ايس كريم، هو ده الموضوع. معانا النهارده كمان صينيه بطاطس بالبشاميل. كلنا عارفين البطاطس بناكلها مقليه مشويه، ناكلها جراتان، ولكن بطاطس بالبشاميل الحشوه جوه التوبنج لحمه مفرومه سجق سوسيس حسب الرغبه. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره وش الحلقه دي فيها شغل كتير بجد. خلونا طبعا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع معلومه غير معلومه، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف مع بعض ازاي نعمل فراخ محمره بالصلصه او بالدمعه او بالتخديعه. الاكله دي انا بحبها جدا مع طبق رز ابيض حلو كده، واللي بحب دايما ورك الفرخه، حاجه بتبقى لطيفه وجميله. تعالوا مع بعض نشوف المقادير. فرخه وزنها كيلو 200 كيلو 100 حسب عدد افراد الاسره، ومعانا صلصه طماطم اللي هي الطماطم المبشوره مع معلقه صلصه طماطم ومعلقه سكر وزعتر وتوم وبس. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه بهارات لطاف حلوين كده من الحب هذا. اول حاجه هنعملها هنقطع الفرخه اللطيفه دي. حلو؟ اه. بعد ما نقطعها نشوف هنعمل فيها ايه. دي اول خطوه. سكينتك تكون حاميه عشان ما تعورش ايدك. وعندنا كسروله الازاز دي كده. وناخد الفراخ دي يا عم الشيف نقطعها تقطيع حلوه. ممكن نقطعها 12 قطعه. ممكن نقطعها 8 قطع زي ما احنا عايزين. تعالوا نقطعها مع بعض كده بطريقه سهله وبسيطه. الفراخ بتتغسل الاول وهي سليمه. شويه دقيق، شويه ملح. ما تغسلش الفراخ بميه سخنه في حياتك، خلي بالك تزفرها مش تنضفها. حلوه دي، تزفرها مش تنضفها. الميه السخنه مش بتنضف الفراخ، خلي بالك. ميه عاديه خالص من الحنفيه، وبعدين تحط عليها شويه ملح، عصره ليمونه، عصره برتقان، الفراخ بقت نضيفه زي الفل. الفرخه بالشكل ده كده. نمسك بعد كده اول حاجه الفخده دي كده، بنقطعها على اتنين زي ما انا شغال كده، ونروق عليها كده علشان ايه؟ انا عايز فراخ مسلوقه حلوه. وانا من عشاق على فكره جلده الفرخه لما تكون متحمره في سمنه. في ناس ما بتسحبهاش يعني الجلده دي، في ناس مش بتاكلها، اللي عاملين دايت واللي عاملين هيلث دي كده، بالعكس انا بحبها. نمسك الصدر ده كده. حلو قوي. تمام. ده كده اربع منبات. ناخد الورك ده كده برضو نفس القصه. حلو. ونيجي على الصدر ده ممكن نقطعه ثلاثه لو انت حابه. مثلا كده لو هتعملها كريسبي بقى. نيجي هنا في المفصل بتاع الجناح نقطعها كمان مره كده. اه حلو، بسم الله ما شاء الله، دي كرومي في قلب الكسرونه. وناخد العظم بتاع الفراخ ده احنا مش عايزينه، بنشيله. ممكن نستخدمه في طبق شوربه. معانا عظم لحمه نخليه كله مع بعضه، وتعلمنا الكلام ده من الشيف المغازي اللي هو البوكيه جارنيه اللي احنا ممكن نسلقه معاه. عندنا الفراخ جاهزه زي الفل. بنبدا نتبلها مع بعض. تتبيله من الثوم، معلقه فلفله حلوه. حلو قوي ده كله مع الفراخ. اه شويه ملح حلوين.
فلفل اسود، تتبيله كده حلوه للفراخ، للامانه شويه بابريكا، وامسك الفراخ دي بايديا كده. اه حلوه دي خطوه. اه خلي بالك من الموضوع ده عشان ايه، في شويه ايه خبره طهويه كده. الفراخ اتبلت اهيت، والفراخ متقطعه حتت صغيره، المفروض هنا ما تاخدش وقت كتير في السوا، زي ما هي كده من غير اي ماده دهنيه بحطها هنا. الله الله على الريحه الحلوه. شويه البهارات الحلوين دول. حلو. وعندي ماء بيغلي على النار، ميه مغليه، ابدا ان انا احط الميه المغليه عليها كده. الله على الريحه الحلوه يا شيف. بس كفايه، وعزها هزه كده استوت الفراخ. تغلي ازاي بقى وغليت ازاي ومعاك، لازم تكون انت فاهمه مطبخ بالشكل ده كده. الميه بتاعتك بتغلي، طاسه سخنه على النار، فراخ قطعتيها تبلتيها بالشكل ده كده، ونضفتك اول باول في المطبخ عشان الصوره تطلع حلوه، وتسيبي الفراخ دي تغلي كده على ما نجهز التوابع بتاعتها. حلو الكلام. اه بالشوكه الفراخ بتاخد لون، بتاخد طعم، تتسلق سلقه حلوه، ولغايه هنا محطه. ممكن نعملها كبسه، نعملها مقلوبه، خليها تستوي براحتها. تعملي صينيه بطاطس بالفراخ بنفس الطريقه، مفيش اي مشكله. حلو الكلام. نقعد روزماري حلو كده محترم، عشان برضه عايز شويه شوربه حلوين. اقول لك الشوربه دي تستخدميها في ايه دلوقتي واحنا مع بعض كده. الشوربه اللي انا سلقت بيها الفراخ ديت هستخدمها في البطاطس الجراتان باللحمه اللي انا عاملها دلوقتي، او بالسجق. عيني، انا عارف انا عارف ان انت بتحب الصوره الحلوه والالوان الحلوه. ايه ايه اه يلا آه. تمام يلا اغطيها شويه كده واسيبها. تمام. او سمنه بلدي. حلو الكلام. ده مهم جدا على فكره. مع بعض هنعمل ايه يا عم الشيف؟ بعد ما يبرد شويه كده بناخد من البيض اتنين، بنكسرهم في قلب الايه؟ جيبوا لي البيض يا شباب. هنكسر البيض ده في قلب البشاميل، هنخليه يبرد على جنب شويه كده. تعالوا نعمل التوبنج بتاعنا. اه معانا الفراخ في طريقها للسوى. هناخد الصينيه الحلوه دي يا عم الشيف. ايه الاخبار؟ هو ده الفرن جاهز. اه صينيه فيها تفاصيل كتيره يا شفيق، فيها البطاطس، كربوهيدرات، نشويات، فيها بشاميل لطيف وجميل، فيها الحشوه من جوه، التوبنج سوسيز او سجق ده المسمى بتاعه، مخلوط في الخلاط مع توابل. هندخلها الفرن. اه ايه الحلاوه دي؟ يلا نظره الوداع للابداع في المطبخ. اهو اقفل اقفل يا سمسم. يلا هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف الفراخ المتحمره بالدمعه او بالصلصه، اكيدا بتحبوها. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا ايه قصه الفراخ بالدمعه بالصلصه متحمره. انا شخصيا بحبها، بس للامانه بحب نص الفرخه كده يكون بطبيعته، فانا بقطعها هنا تقريبا على 12 قطعه عشان تكفي العيله واصحاب العيله والاولاد. فرخه عندنا مستويه زي الفل. تعالوا نبدا نعملها بالصلصه في الطاسه بتاعتها. طاسه على النار، معانا حبيتين من الطماطم مبشورين، معانا فصين من الثوم مفرومين ناعم، معانا معلقه سكر في المقادير. حلو الكلام. وعصرة ليمون، الله عليك، وعصرة ليمون. اه حلو قوي. هنبدأ نحط هنا معلقة سمنة من اللي جايباها حماتك في نهاية الأسبوع وجاية تزور مرات ابنها. الست الطيبة ما بتخشش بإيدها فاضية، عشان كده خليكي نشيطة وخش المطبخ، اعملي الأكلات اللي بتحبها. اه معانا شوية زعتر حلوين، بنبشر الزعتر ده يا عم الشيف على الطماطم اللي عندي دي كده، ونحطه كده. ده زعتر. حلو.
زي الفل، ريحته بتبقى حلوه قوي. وعندي شويه كمان كزبره ناشفه، يا ويلي. بس الكزبره الناشفه مش هحطها ايه على الطماطم، عايز ريحتها في قلب السمنه. اه، مكعب زبده. ليا طريقه كده في عمل الصلصه، يا رب تعجب حضراتكم واحنا شغالين مع بعض. الفراخ دي تستاهل. حلو، تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. هخليكي تاكلي الصوص بتاع الصلصه دي مع شويه رز ابيض، حكايه. تسخن معايا معلقه السكر اللطيفه. ايه يا شيف اللي بتعمله ده؟ انت بتعمل كراميل؟ اه، اصبر يا غالي على رزقك، الله يوفقك. دي معلقه سكر، الله اكبر. بنقلبها كده، سكر زبده سمنه، سكر زبده سمنه، سكر زبده سمنه، كزبره ناشفه. موضوع مختلف خالص يا شيف، خدنا في مكان تاني. فص توم حلو محترم. دي مستني الفراخ، انا بديها الايه البوكيه بتاعها. حلو قوي، نسيبهم على النار شويه، هسه من الوقت. زبده سمنه على النار، شوفوا التفاصيل دي، التفاصيل دي، شوفوا التفاصيل. اه، الله اكبر، حلو قوي. اخد الطماطم المبشوره بالزعتر، طماطم مبشوره وزعتر، اقلبهم كده. طبعا كله منتظر دلوقتي الشيف المغازي هيحط الطماطم والزعتر على اللي عمله ده ولا هيعمل ايه. كله دلوقتي 90% بيقول لك هيحط الطماطم، العكس هو ده كده. بقى ناخد الفراخ دي كده، الله. انا عايز اعمل الحاجات الحلوه اللي انا حاططها دي تتحمر. الفراخ ايه؟ اه، الله، طريقه جديده. زبده سمنه سكر، زبده سمنه سكر، وحطيت كزبره ناشفه. دي الفرخه، بسم الله ما شاء الله، اتقلبت لديك رومي. بتضحكي؟ اه، سمي بسم الله، البركه في ايدك يا امي، اكله امي اكله البركه. آه، فلفل حار ده. اه، شيل دي من هنا خالص بقى، الله، واسيبها شويه كده. حلو، الليمون معانا والطماطم معانا، ونشيل بقيه الحاجه. خرجنا الجميل. الفراخ اخبارها ايه؟ بجد انتوا لو مكانه شامين الريحه، حاجه كده طالعه، وصفه مغازيه زي ما بقول يعني. سكر زبده سمنه على النار لغايه لما السكر يتكرمل، وبعدين ننزل بشويه كزبره ناشفه بتاعت الملوخيه الطشه، ونبدا الفراخ نخليها زي ما هي كده، نحمرها. هتاكل حته فراخ صوابعك وراها ما اكلتهاش قبل كده. اه، نقلب الفراخ دي كده بقى. اه، هي دي الفراخ المحمره. اه، انا امي الله يرحمها كانت تسلق الفرخه، بعد ما تسلقها تحمرها في سمنه بلدي. يا ويلي، ما اكلتهاش تاني من بعد ما ماتت، رحمه الله على كل موتانا وامهاتنا. اه، شايفه الفراخ اهي، وبركه بقى. كانت الفراخ البلدي، ما كناش شفنا الفراخ البيضه ولا الحاجه دي خالص، ايام الحلوه. ناخد الصلصه دي كده، هو ده الصلصه دي، ننزل بقى كده. الله، سيبيها بقى تاخد وقتها كده على النار. حلوه، شيل كل حاجه دي من هنا زي الفل. عصره ليمون، الفراخ دي عدلها. والله لو عامله ملوخيه ممكن تاخد الفرخه اللي انت عامله عليها شوربه الملوخيه تعملها كده. خلي بالك، عصره ليمون حلوه كده، انا بحبها دايما مع صوص الطماطم عشان الحموضه برضو. اهو زي الفل، تمام. اخبار البطاطس ايه؟ لا يستوجب ان احنا نطلعها بصراحه، جايه في وقتك يا حبيبي. ده حلال والله يا مخرجنا، قال لي شوف البطاطس، يعني مش اخراجه بس، كمان مخلي باله معايا. أنا والله عارف إنك أنت الصورة الحلوة تسبق الحديث دائما، القلب يعشق كل جميل. أخبار الفراخ إيه؟ أهي الفراخ دي، عايزة شوية مكرونة سباكيتي. أه، تقدري، عايزة ممكن تحطيها كمان
تعالوا نطلع الفراخ مع بعض اللي اتحمرت دي. الله اكبر، بسم الله. تستاهل الفراخ دي شويه بصراحه، هي عايزه شويه رز ابيض تحت منها. اه الفراخ دي عايزه شويه رز ابيض تحت منها، ولكن انا ممكن اغرفها بطريقه حلوه في السكينه كده. الله، طريقه شيك كده حلوه. احنا بنحب البقدونس دايما، البقدونس ده لو مسلوق لو مغسول يفضل طبعا. اهم حاجه بتحط شويه بقدونس تحت كباب زي الحاتي كده، ده يتغسل كويس ويتصفى. بتحط بقدونس تحت مشويات يتغسل كويس ويتصفى. بتحط بقدونس تحت سمك مشوي يتغسل كويس ويتصفى. ودايما خلي يقينك في الله سبحانه وتعالى انك انت اللي هتاكلي الاكل ده. يعني حتى اللي بيشتغلوا في المطاعم اخواننا وحبايبنا واساتذتنا من الصغير للكبير، بتعمل الاكل للناس، حط في الاعتبار اللي ياكل بالاكل ده والدتك واخواتك وانت وكل حاجه. هتطلع الاكله من ايدك هتغسل كل حاجه وتحطها في الطبق. حلو الكلام؟ اه. الفراخ جاهزه اهي، تاكل صوابعك وراها. فراخ متحمره وسهله خالص اهي. بس هي للامانه كانت عايزه شويه رز ابيض حلوين كده، بيتين في التلاجه ولا عاملينهم. شفتوا الفراخ اهيت، شويه صلصه عليها كده. الله، ناخد بقى البهريز ده كده. اه شايفين ده كده، هو ده اللي انا عايزه، زي ينزل هنا كده. اه اه شوف الحلاوه دي كده، هو ده، هي دي التفاصيل الصغيره اللي قالت عليها ست الكل. اه المعنى كبير والطعم. لا ده الصوص ده بقى حكايه، ما اكلتوش في مكان تاني قبل كده. قول ورايا، سكر زبده سمنه، سكر زبده سمنه. هتقول لي ليه حطيت زبده على السمنه؟ ما هي السمنه ماده دهنيه والسمن والزبده ماده دهنيه. لا الموضوع يفرق هنا. انا اول مره اعملها بجد، شفتوا كام سنه خبره في المطبخ. بس ان انا احط الكوكتيل الزبده والسمنه والسكر، كرمله السكر مع الزبده مع السمنه، بياخدنا في مكان تاني. دي التفاصيل الصغيره بقى. طب ليه ما حطيتش السكر على الصلصه؟ لا لا، تفرق ان السكر يتحمر ويتكرمل مع زبده وسمنه. وبعدين نحط الفراخ تاخد التشميعه بتاعت التحميره، وبعدين ننزل بالتسبيكه بتاعت الطماطم وتتقدم بالشكل ده كده. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، رؤيه فن ابداع حب، تحتها خط كل يوم من مزبيرو.